اليوم أبناء ساحة أحرار كربلاء يأتي وفد منهم كان قليل من المتظاهرين على أسباب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مدير نجارة كربلاء ومدير زراعة كربلاء، والملف الذي سلم للنزاهة عن طريق قاضي النزاهة وما يحمل من أمور متعلقة بأموال أبناء بأموال كربلاء. هذا الشيء يعطي اطمئنان الى الفاسدين المتواجدين في كافه الدوائر في محافظه كربلاء بعدم بالاطمئنان من المحاسبه. نعم، ملف الفساد المتعلق طبعا لدينا عده ملفات خاصه بكافه الدوائر، متعدده الدوائر الموجوده في محافظه كربلاء، منها زراعه كربلاء، مديريه زراعه محافظه كربلاء. الملف الاول الذي سلم بيد دائره نزاهه محافظه كربلاء عن طريق قاضي النزاهه لم نطلع على ما جرى بالتحقيق من قبل دور هيئة النزاهة في محافظة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها لكم قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. موضوعنا اليوم مشاهدينا الكرام عن غياب القانون في العراق والإفلات من العقاب، أوجه مختلفة لهذه المبادئ وهذه السياسة السائدة اليوم والعرف السائد في العراق، عرف الإفلات من العقاب. اليوم نتحدث عن جزء من هذه الصورة الكبيرة التي طغت على الدولة العراقية منذ عام 2003، وباتت هي المشهد السائد في العراق والعرف المتداول بين كثير من الأحزاب السياسية، الحكومات المتعاقبة، وأيضا عشائر موجودة في العراق ربت أبنائها بعد 2003 على هذه المبادئ، مبدأ عدم الاعتراف بالقانون، أخذ الحق بالقوة، ويعني لا يوجد أي احترام لشيء اسمه قانون أو دولة في العراق، في الوقت الذي أيضا غاب فيه القانون عن التطبيق، وغاب المطبقون أيضا عن وضع أسس صحيحة لبناء هذه الدولة بالشكل الصحيح، وبالتالي تركوا الموضوع عبارة عن غابة كما وصفها الكثير من السياسيين، غابة، ومبدأ سياسة الغاب هي التي تسود في العراق. اليوم هو اليوم العالمي للإفلات من العقاب، لمبدأ الإفلات من العقاب أو مطالبات طبعا بإنهاء هذه السياسة في العالم، وأكثر من 33 منظمة ومنظمة محلية طبعا ودولية تحدثت عن هذا الموضوع وأكدت أن العرف السائد في العراق هو الإفلات من العقاب. طبعا التقرير الدولي كان يتحدث بشكل أخص عن المغيبين، لكن نحن اليوم سنتحدث عن موضوع يعاني منه كثير من العراقيين، وهي شريحة أيضا مهمة، شريحة الأطباء، الكوادر الصحية، وما يتعرضون له من اعتداءات وانتهاكات ومضايقات وتهديدات وصلت إلى حد قتل في بعض الأحيان من قبل ذوي المرضى المتوفين، وأيضا من لديه ظهر أو سند في هذه الدولة، أحزاب، ميليشيات وغيرها. طبعا هذه الظاهرة هي ليست جديدة، هي موجودة منذ عام 2003، تنامت مع مرور الزمن عندما تأكد للجميع أن لا قانون ولا دولة في العراق، وبالتالي أصبح من يريد أن يخترق يفعل ما يشاء، بإمكانه أن يفعل ذلك طالما لا يوجد من يحاسب. اقتحمت مجموعة أشخاص مشاهدين الكرام دار الأطباء في مستشفى اليرموك في بغداد في محاولة للاعتداء عليهم بعد وفاة أحد أقربائهم بسبب فيروس كورونا. طبعا مقطع متداول سنتابعه بعد قليل على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر مجموعة أشخاص يحاولون الصعود إلى مكان إقامة الأطباء في مستشفى اليرموك فيما تقف عناصر أمنية أمامهم لمنعهم من ذلك. وأوضح مصدر طبي أن قرابة 50 شخص قاموا باقتحام دار الأطباء في محاولة للاعتداء عليهم من قبل عشيرة أحد المتوفين بسبب فيروس كورونا. حصيلة اليوم في العراق هي 65 وفاة، 6778 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. العراق بات الأول عربيا والثاني والعشرين عالميا بمعدل الإصابات بفيروس كورونا، بتسجيل أكثر من 20,000 وفاة ونحو مليوني إصابة بالفيروس في إحصاء أعدته وكالة رويترز.
طبعا جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أكدت ارتفاع إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم إلى 4.5 ملايين. هذا الفيروس مستجد، متطور، متحور. العراق لم يقم باتخاذ الإجراءات اللازمة، تحديدا وزارة الصحة والحكومة بشكل عام. هناك ارتفاع كبير بأعداد الإصابات، وهناك ارتفاع أيضا بحالات الوفيات. لماذا يحمل الطبيب مسؤولية الإخفاقات التي توجد في الدولة بشكل عام؟ لماذا عليه أن يتحمل إخفاقات وزارة الصحة؟ لماذا عليه أن يتحمل إهمال الجهات الحكومية بتوفير كافة المستلزمات الطبية لمحاولة مساعدة المرضى المصابين وأصحاب الحالات الخطيرة بفيروس كورونا؟ لماذا عليه أن يتحمل هذا الهجوم من قبل ذوي المرضى، بعض ذوي المرضى الغاضبين بشأن وفاة قريبهم، أن يتحملوا هذه الاعتداءات دون وجود حصانة لهم، حماية لهم من هذه المحاولات المستمرة والمتكررة والتي أدت إلى عملية هجرة بشكل كبير جدا؟ سنتحدث بالأرقام عن أعداد الأطباء في الخارج بعد قليل. دفعت إلى هجرة كثير من الأطباء خوفا على حياتهم وحياة أسرهم بسبب هذه الأعراف السائدة، ومبدأ غياب القانون الذي يحاسب هؤلاء. طيب، نبدأ باستقبال اتصالات مشاهدينا الكرام، وسنتحدث بعد قليل بتفاصيل أكثر حول هذه الحالات. معنا اتصال السيدة أم أحمد من الموصل، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي بلا زحمة، أول شيء أشكر برنامجك المفضل اللي ينقل همومنا ومعاناتنا. بس عندي مناشدة بس على مود المعتقلين، ولو ما هذا موضوع. تفضلي تفضلي يا أم أحمد. عندي ابني يعني عريس، بس لو بس الله يحفظك بس يخابرونا له 5 دقائق. بالناصرية هاي سنتين ما أعرف كل شيء عنه. لو بس بصمة صوتية ما نقدر نروح عليه، ما نعرف ميت طيب. بس الناشدكم من برنامجكم الشريف بس يخابرونا بس نسمع صوتهم له 5 دقائق. أم أحمد، ابنك صار له سنتين معتقل؟ 5 سنين بالناصرية، بس هاي صار لي من 2019 ما شفت كورونا، واني مريضة ما أقدر أروح وأجي هناك والله. شنو التهمة اللي اعتقلوه بسببها؟ الموبايلات والله كل شيء ما عنده، كل شيء ما عنده والله، مخبر سري. بابا والسيارة ما له اعتقلوهم، بودي ياخذون السيارة ما يحكموا على أشياء ما يعرفها كل شيء. ومن التعذيب والقتل هو خلوه هكذا 4 إرهاب وحكموه 15 سنة والله ظلم. ويداوم بالصحة وراح لا مستقبل، عائلته بضحك ولاد عندي. وهاي الظروف يعني معاناة كثير عن احنا الأمهات. أما شلون اعتمد برأيك، شلون اعتمد القانون بالعراق القضاء على هكذا اعترافات أخذوها بالتعذيب؟ اي والله ما حد القضاء، والله اقول حسبي الله ونعم الوكيل، ما خلوا حتى شاهد يفوت معه القاضي. كل رتبه واوراق وكامل من دياره على تلكيف، حتى المحامي ما لحق يفوت يدافع عنه ما خلوه. راسا من الاعتراف كيف انكتبوا عليه كليشة بكيفهم هم. وما حتى بيع السياره بثمن اساس ما بها رقم، سيارته الجديده بالفاكهه. خذوها واخذوا هويته بطاقة تمويني هذا العراقية أخذوا السيارة في سبيل صمع كل المخبر على السيارة. طيب. يفتش بالشقة ويقول له للضابط السيارة. المخبر تعرفوه يا أم أحمد؟ لا والله مو فوق لا جوا لابس أسود. طيب، أنا أشكر السيدة أم أحمد، نتمنى صوتك يوصل، نتمنى هذه المناشدة تصل إلى من يسمع. اللي تفضلت به السيدة أم أحمد هو وجه من أوجه الإفلات من العقاب. هذا المخبر السري الذي أوصل شخص بريء لا ذنب له يعمل في قطاع الصحة، أوصله إلى المعتقل وحكم عليه 15 عاما بهذه الطريقة، حتى المحامي تقول ما قدر يلحق يدخل يدافع عنه، بالتعذيب وبالضرب وبالإكراه وقع الاعترافات، لم يرتكب أي منها، لم يرتكب أي من هذه التهم التي وقع عليها وحكم بهذه الطريقة. الإفلات من العقاب مشاهدينا الكرام، العنوان العام لحلقتنا لهذا اليوم، الذي جعل شخص مثل هذا المخبر السري يفلت بفعلته دون أن يحاسب، وجعل من قاموا بالاعتداء وتعذيب هذا المعتقل الشاب الذي ضاع مستقبله ومستقبل عائلة كاملة
في المعتقل بسبب الضرب والتعذيب، أيضا فلتوا من العقاب من قاموا بارتكاب هذه الأفعال، هو المبدأ السائد إذن في العراق كما قلنا. نحن نعم نتحدث بشكل أخص اليوم على مشكلة الأطباء والقطاع الصحي في العراق، لكن هذا لا يمنع أن الموضوع عام بشكل عام بالعراق، موجود في كافة جوانب الحياة وفي كافة المجالات ومختلف القطاعات الحكومية. الموضوع يتعدى مشكلة القطاع الصحي إلى شيء أكبر من ذلك بكثير. معنا اتصال. السيد أبو أيسر من تركيا، تفضل. أبو أيسر حياك الله. أستاذ، هي من 2003 من 2003 والاحتلال الأمريكي للعراق والنفوذ الإيراني، وتعرف أنت كل اللي دخلوا بالسلطة بالأجهزة الأمنية كلهم ما عندهم أي فقه بالقضايا الأمنية. وسلاح منفلت في كل مناطق الجنوب خاصة، يعني أنت تعرف الحكومة ما تحكي ويا أهل الجنوب، هاي حقيقة يعني إذا كانت أكو حكومة. طيب، فشوف أنت بالمستشفيات وبدوائر الدولة يدخل، والله هذا الدباج تابع البدر، وذاك الدباج تابع للعصايب، وذاك عدة كذا، لأن يعرف ماكو قانون يحاسبه. فالفوضى جاية. شنو ذنب الطبيب أنه يتحمل هذا الاعتداء وهذه التهديدات والضرب، وتوصل في بعض الأحيان إلى قتل الطبيب أو الكوادر الصحية بشكل عام في قضية هو خارج عن طاقته؟ يعني موضوع فيروس كورونا والوفيات اللي تصير به، الموضوع أكبر من حجم أي طبيب موجود في العراق. دولة ما وفرت معدات أنابيب أكسجين، تجهيز مستشفيات، شنو ذنبه؟ ما توفر، لأن هم يعني هذا وضعهم، يعني ما أريد أن أخاف أحكي ويزعلون عن يا إخواننا الشيعة، يعني هم وضعهم هذا منفلت يعني، والحكومة تعرف حكومة هي تعرف ما يعني بيد أهل السنة، ماكو قانون يحميهم، فبالبرلمان بكل المكانات ما يعني من أحد رجال السنة يسوي شيء يعتبر إرهابي، هم لا ما عندهم مفلوتة الشغلة. سيد أبو أيسر، بس أقاطعك هنا، أنا واختلف وياك بما طرحت. لا أختلف وياك بنقطة، مو حضرتك دخلت اليوم، دخلت حاليا بموضوع يعني حساس. من يتعرض للاعتداءات من الكوادر الطبية بشكل كبير جدا في وسط وجنوب العراق. نعم يعني الموضوع بعيد عن فكرة أنه سنة وشيعة بالموضوع. لا لا، احنا ما نحكي على السنة والشيعة، احنا نقول اللي عندهم هاي الباجات واللي عندهم ظهر يعني. يعني تصور اني مره زوجتي مسوية عملية، ما اريد اقول اجيب طار المستشفى يعني، ودي يتداهر ويا الدكتور يقولها شوفي انتي، يعني ما يعني احنا اخواننا الشيعة واني كل اهلي شيعة وسنة منقسمين يعني. زين، دي يتداهر ويا طبيب جراح معروف على اساس، ما اريد اجيب طار اسماني، يقولها شوفي انتي سنية وبيد دكتور شيعي. يعني وصلت هاي المرحلة يعني، وهاي واقف اني يمه وسمعت هذا الحكي على اساس دا يحكيها بالمزحة. يعني اقدر انهي حياتك واقدر كذا، وهي انتهت حياتها لان العملية غلط. طيب سيد ابو ايسر، اني اشكر حضرتك شكرا جزيلا، بس انت قلتها انه كانت على سبيل المزاح، قد خرجت من الطبيب بشكل المفروض انه ما يتكلم بهذه الطريقة اصلا ولا يذكر هذه التوصيفات، لكن بالنهاية انت مثل ما قلت الموضوع كان على سبيل المزاح، لكن هذا ليس الموضوع. الموضوع اليوم هناك شريحة كبيرة جدا من الأطباء والكوادر الصحية في العراق تتعرض إلى اعتداءات ممنهجة من قبل ذوي مرضى، إن كانوا تابعين لأحزاب أو جهات مسنودة بالدولة أو كانوا تبع عشائر معينة في العراق. يتعرض الأطباء من بسبب يعني انهيار المنظومة الصحية في العراق، والموضوع موضوع فيروس كورونا، وحتى قبل فيروس كورونا هناك حالات كثيرة. لا ذنب للطبيب بما يحدث، الأعمار بيد الله في النهاية. نحن نتساءل لماذا طغى هذا المفهوم على شريحة ليست بقليلة في العراق. اليوم هناك استهداف للطبيب، الطبيب عندما يعني تحصل حالة وفاة بين يديه
يكون هو المعرض إلى العقاب، العقاب بشكل بعيد عن القانون. لماذا يسود هذا المفهوم؟ لماذا تأتي هذه المجاميع الأفراد اقتحام المستشفيات أو المصحات عنوة؟ لا يوجد من يحمي هؤلاء الأطباء، لا يوجد من يدافع عنهم، الأمن يتفرج وفي كثير من الأحيان لا يتدخل، يتعرض الطبيب إلى اعتداءات، إلى تهديدات مستمرة. خلونا نشوف مشاهدينا الكرام شكوى من مواطنين مرافقين لمرضى مصابين بفيروس كورونا من نفاد مادة الأكسجين الطبي للمرضى الراقدين في الردهة الوبائية في مستشفى البصرة العام. خلينا نشوف. أكسجين ماكو، المدير كل من يحترم مريضه، كل من يحترم مريض العالم، أجهزة الشباب وقفت كلها، أكسجين ماكو بالوبائية، وهاي الناس ما أدري شنو قصتها. ها ماكو أكسجين، ماكو بالمنظومة. ها أكسجين يا اخوي يا اخوي، انت يعني شاهدتم مشاهدينا هذا المقطع، هل يتحمل الطبيب خلو المستشفى من انابيب الاكسجين التي بسبب نفادها توفى الكثير من المصابين بمرضى بفيروس كورونا في العراق؟ هل يتحمل هذا الموضوع؟ لماذا لا تحاسب؟ لماذا لا يوجه هؤلاء الغاضبون ذو المتوفين في المستشفيات غضبهم تجاه وزارة الصحة التي لم تجهز المستشفيات بأنابيب الأكسجين، التي لم تدعم الكوادر الطبية بالمعدات اللازمة ومساعدتهم على التماشي مع هذا الفيروس الذي دمر العراقيين والعالم بشكل عام؟ لماذا يلجأ كثير منهم إلى الطبيب، إلى محاولة قتل الطبيب، ضرب الطبيب، تهديد الطبيب والكوادر الصحية أيضا؟ يعني هل الموضوع إذا تم محاسبة الطبيب ستنتهي مشاكل القطاع الصحي في العراق؟ أبو أحمد من بغداد تفضل، حياك الله. السلام عليكم حبيبي. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا وزارة الصحة هي الآن يعني صفر أي شيء ما قدمت للمواطن. طبعا هناكم مستشفيات من تطبلها إذا أنت مثلا عندك لاوية في بطنك تروح تراجع المستشفى تطلع بكورونا. يعني مرة قلت للدكتور الباطنية، قلت له أدري يعني أنت حاطين أهلي كورونا مع الناس المرضى، هذا شيء مو صحيح. نعم. يقول لي شو أسوي إذا كاني أطلع برا، ما عندنا كادر يعمل. الدكاترة الآن هم طلعوا الحد يتفرعنوا. مع احتراماتي للدكاترة الطيبين. نعم. يعني الدكتور تروح للعيادة يقدم لك كل شيء ويضحك بوجهك. أي. لكن من تروح للمستشفى يحكي لك من ورا خشمه. فهو العراق ما موفر بيه. لو كان اكو نظام قائم يفرق ما بين المخطئ والبريء ويحاسب المذنبين ان كانوا اطباء او غير اطباء، كان احد تصرف ويا المرضى بهذه الطريقة؟ اخي العزيز، احنا يعني قبل 14 سنه نتكلم ونقول بان العراق ما بي نظام، والنظام معطل في العراق. نعم. وعباره عن يعني ما اعرف ايش اعبر لك. العراق انتهى صراحه. بس الله سبحانه وتعالى هو اللي ينظر لنا نظره رحيمه، لانه الان خاصه بعد 10 محرم. أي. الامراض الكورونا انتشرت انتشار غير طبيعي. نعم. الان كل المناطق تعاني، اكسجين لا يوجد. نعم. الابره ب $80 بدنا نشتريها. نعم. اخي احنا الان حسبي الله ونعم الوكيل، الان بدنا نموت احنا، ونتمنى الموت ان نموت ونذهب عن هذا البلد، البلد الذي لا يشرف العيش فيه. سؤال اخر ابو احمد، يعني اليوم نعم الناس نعم اللي الحالات اللي دنشوفها باعتداءات مستمرة على الأطباء الكوادر الطبية، واحد توفى بكورونا، يجون أهله يقتحمون مستشفى اليرموك، يريدون يدخلون على غرفة الأطباء حتى يعتدون عليهم. ليش ساد هذا المفهوم، مفهوم غياب القانون وكل شيء تريده تأخذه بذراعك؟ من اللي سمح بسيادة هذه المفاهيم؟ طبعا هذول هم ناس غير مؤدبين. هذا الموت هو يعني
السبب الأول هو الله سبحانه وتعالى حدد يومه، ويعني السبب الثاني لأنه ما التزم هذا المريض بضوابط عدم الاجتماع بالآخرين، لم يلبس كمامة، المهم يعني من هاي الأمور، فما يحق للمواطن أنه يدخل للمستشفى ويضرب الدكتور، هاي غير شغلة أخلاقية ولا تربية صحيحة. نعم. والسلام عليكم. شكرا. وعليكم السلام. أحمد من الموصل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ الحزيز، بالنسبة للأطباء مهنتهم مهنة إنسانية، يعني مثل ما أحد الأخوة من تروح له للعيادة أسلوبه وتصرفه واستقبال المعاد يختلف من تروح له المستشفى. يعني لك حالة، يعني عملية مثلا يقرر الدكتور عملية هذه لازم تكون مستشفى أهلي، المستشفى الأهلي أولا ما يرحمنا. نعم. يعني آمن بالله تنسى مضطر أو تموت وتسوي عملية. نعم. مستشفى الأهلي يعني أنتم تردون من ما أدري يعني شلون من روح المستشفى الأهلي، يعني لاحظت أنا بنفسي يعني. نعم. المستشفى الأهلي أول ما جيت ما طب إلا تأخذ فحص كورونا عنك وعن المريض. مرافق واحد والمريض اثنين. فحص كورونا 25,000. نعم. أنا منطل للعملية مبلغ يتعاوننا 25,000، آمنا بالله غير يحافظون على صحة المريض ومرافق ويتأكدون حتى ما ينتشر كورونا بالمستشفى. نعم. واضح؟ احنا نسأل وين دور وزارة الصحة في بس اسمح لي لا بس اسمح لي حضرتك وين دور وزارة الصحة في تحويل في تطوير القطاع العام، قطاع المستشفيات الحكومية، دعمها بالكوادر بالمعدات حتى تبعد الناس من اللجوء مضطرة إلى المستشفيات الأهلية وهذه المعاملات؟ يعني احنا قلت لك اللي يستقبلنا الدكتور بغض النظر عن الصحة هو الدكتور جزء من الصحة، وهو الدكتور ما شاء الله يعني المفروض مهنته إنسانية بغض النظر عن كل شيء. المهم تجي للمستشفى يقول لك افحص كورونا على المريض والمرض، فحصت كورونا على المريض والمرض 50,000 ثاني ما تقدر سهولة، ورا دقائق 10 دقائق طبيت رحت لغدة يعني للغرفة المخصصة جوني مراجعين يمكن 15 واحد لا أخذوا لهم فحص كورونا ولا كل شيء. يعني شنو القصد؟ يعني هل صارت مهنة الأطباء تجارة؟ يعني أكو طبيب، يعني هل هذا هو جوع؟ فالإنسانية حنا بغض النظر عن وزارة بغض النظر عن المؤسسات الرسمية. يعني إحنا كعراقيين كأطباء يعني ما معقول بالشيء. إذا أنت تريد تضبط المستوى من الأمراض ليش تخلي المواجهين دون ما تأخذ منهم فحص كورونا؟ إذا القصد ما القصد اللي حاصل 25,000 مو قصده يضبط المستشفى الصحية. نعم. سيد أحمد من الموصل، أنا أشكر حضرتك، وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك. احنا ذكرنا وتحدثنا عن جانب سلبي من مواطنين عراقيين ان كانوا تبع عشائر او يتصرفون بمفردهم او احزاب او غيرهم، تكلمنا عن هذا الجانب السلبي. سنتحدث ايضا عن جانب سلبي موجود ضمن شريحة الاطباء والكوادر الطبية. لا يخلو الموضوع من وجود الانتهازيين الاستغلاليين الفاسدين المتقاعسين عن واجبهم وعملهم، خاصة مثل ما تفضلوا الاخوة هذه مهنة إنسانية بحتة قبل كل شيء، لا ينظر إلى خلفية المريض، لا ينظر إلى أي شيء آخر سوى إنقاذ هذا المريض وإنقاذ حياته. لكن هناك رغم المأساة في القطاع الصحي في العراق، هناك أيضا شريحة سيئة من الأطباء والكوادر الطبية، واجب أن نسلط الضوء عليهم وأيضا ننتقد هذه الحالة السلبية. لكن نستمع إلى حسين من السماوة الأول، تفضل يا حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أخي؟ حياك الله. طبعا متابعين القناة مالتكم، القناة وطنية وشريفة. الله يسلمك. يعني القناة يعني وين نبض الشعر العراقي. الله يبارك فيك، حياك. يا أخي هالحكومة هاي يا أخي نريد لنا حكومة يا أخي وطنية، يعني حكومة نزليها. نعم. يا أخي يا حكومة تجي يعني كلها مقضيها خدمات، كلها فاشلة، وكلها يعني من تمر أحزاب
عقائد الدولة. نعم. يعني كذا فاشلة. أسألك يا حسين، ليش اليوم إحنا عندنا نعم. مبدأ الإفلات من العقاب هو المبدأ السائد بالعراق؟ اليوم ماكو قانون يحاسب الناس، ماكو قانون ينظم الحياة، ماكو قانون يضع الأسس حتى الناس تعرف شلون تمشي. اليوم كل من يتصرف بكيفه. منو اللي يسمح بانتشار هذه المفاهيم بالعراق اليوم؟ هو القانون، هو القانون بس على الفقير. نعم. ما في قانون يعني بالبلد كذا، قانون بس على الفقير، بس على المواطن البسيط الفقير. رأيك بحالات اقتحام الناس لمستشفيات في سبيل انه يعتدون على طبيب او على ممرض او ممرضة لانه ابنهم او اخوهم مات بالمستشفى، ليش يتحمل الطبيب هذه المسؤولية؟ ليش يتم الاعتداء عليه بهذه الصورة؟ يعني احنا بقابل موقف طبعا شيء اكيد. نعم. اشكرك يا حسين. احنا نسأل ايضا مشاهدينا الكرام، اذا كان يوجد قانون في العراق فلا بد من ان يتم محاسبه المخطئ ان كان من الكوادر الصحيه او غيرها، اذا اخطا بعمله، اذا ارتكب خطا اودى بحياه مريض، اذا تصرف تصرفا بعيدا عن اختصاصه ومهنته واجتهد اجتهادا خاطئا، انه يطبق عليه قانون ويعاقب. لماذا تلجا الناس الى هذه الاساليب الشوارعيه، خلينا نقول هذه الاساليب اساليب البلطجه التي تثبت أن لا قانون في العراق؟ هل الموضوع يعني بدافع غضب ربما نتحدث أنه تصرفوا هذه التصرفات، أم الموضوع أصبح قانونا سائدا في العراق، مفهوم عام عند الناس أنه اليوم أنا إذا عندي مشكلة ويا شخص أو شخص أخطأ بحقي ما ألجأ إلى قانون، أروح مباشرة أخذ حقي بذراعي؟ يعني هذه المفاهيم هل هي أصبحت السائدة اليوم بالعراق وأصبح الموضوع يسير بهذه الفوضوية؟ أبو عمر ويانا، تفضل يا أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك؟ صح الأحوال؟ حياك الله. حيا ودوك. بالنسبة للأطباء أخي العزيز، نعم، الأطباء نتوجه عليهم إلى المستشفيات الحكومية ما يتحاشون. نعم. والله يجي داوم لساعة ما ساعة ونص يمشي، يروح يدور تجارات، يدور عيادات، يوزع كروت مال عيادته، يجي داوم لساعة ساعة ونص. نعم. وما يتحاسب المستشفى الحكومية، وتروح له على العيادة هو غير إنسان يصير. أها. ليش هذا العمل يعني؟ ماكو رقابة. نعم. ماكو سلطة. الفقير وين أكله؟ الفقير ما يقدر يعالج مريضه قام يموت، ما يقدر يروح على الطبيب، يروح على المستشفى الحكومي ماكو علاج. ما أبو عمر، لو أكو دولة أو وزارة نظرت إلى وضع المستشفيات، دعمت الطبيب من الناحية المعنوية والمادية، وأسست مؤسسات، أبنية، مستشفيات فيها المواصفات الصحيحة لأي مستشفى موجودة في العالم اليوم تقوم بواجب علاج المرضى، هل كان الطبيب يتصرف ويا المريض بهذه الصورة لو كان هو مكتفي والدولة مراعيته ومهتمة به؟ والله ليش لازم احنا بالعراق الفقير وقع المواطن كله بالعام اكثر من نص المواطنين طبقة جوا الوسطى، زين وين يتقبل اذا ما الدولة شوية تراعي هاي الامور؟ نعم. تراعي المستشفيات الحكومية اللي المواطنين متوجه عليها، المرضى ملقوحين بالردهات، ما حد داير باله عليه. نعم. طيب، وين يتوجه المواطن؟ إلى أين؟ سيد أبو عمر، أنا أشكر حضرتك، شكرا جزيلا، وصلت الفكرة. خلونا نشوف مشاهدينا الكرام في المقطع التالي خلو مستشفى بابل من طبيب خافر وسط حيرة المرضى والمراجعين طبعا وغضبهم من هذه الحالة اللي دي يشاهدوها بشكل كبير في المستشفيات الحكومية، واللي استمعتوا إلى حديث بعض العراقيين عن بعض المستشفيات الحكومية اللي يشوفون بها نماذج من الأطباء وكوادر صحية
يتعاملون بطريقة غير صحيحة مع المرضى والمراجعين، في حين تجد إنسان مختلف بشوش ودود في العيادة الخاصة به. خلينا نشوف هذا المقطع في مستشفى بابل. هذه فارغة الرجاج، وهاي المرضى تخابر، ما تعرف طبيب تخابر، ما أعرف شو تخابر، هاي فارغة، هاي طاطي. وين مدير عام الصحة؟ خلي شوف، هاي ما أطلع أحد، هاي فارغة. وين الطبيب؟ وين؟ وين ردة الحروق؟ هاي ما بيها طبيب خفر؟ هاي ردة الحروق فارغة، طبيب ماكو، طبيب ماكو، هاي العالم، هاي العالم، هاي فارغة. وين طبيب؟ طبيب ماكو، يخابروه، نايم بالبيت، الأطباء نايمين. سنتطرق بالتفاصيل بعد قليل إلى هذه، ونتساءل طبعا عن هذه الحالات السلبية من الأطباء، بس ناخذ أبو فاطمة من صلاح الدين الأول. أبو فاطمة تفضل. السلام عليكم أستاذ العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكر حفتك وأشكر الكادر الجميع وأشكر قناة الموقرة. حياك الله أستاذ العزيز. أنا أعلم حلقتك عن المرضى عن الأطباء، ولا ندخل النازحين إذا سمحت لي. يعني تفضل تفضل أستاذ العزيز. أنا دزيت لك دزيت للعب عمالتكم عدة مقاطع مع الحريق في مخيم السليمانية. نعم. على الوقت اللي حضرت 8 سنين يحترق إمام أبوه. نعم. وإمام حيون أنه يحترق جو الخيمة. وأبوه دحش عليه ولا 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 قوة، ما حد يقدر يقله. نعم. ودزيت لكم عدة مقاطع على الخاص. نعم. أستاذ عزيز، إحنا يعني عتبنا السيد المحافظ عبد الله جبر. يعني أنت جيت تعزينا الأطباء كل الهلبيك، أنت خطار علينا هلبيك، بس مد الزخوك. مد الزخوك بيده 100,000 دينار، قل له هذا الابن احترق تحت الخيمة. يعني شنو الكبرية مالتك؟ نعم. وإحنا الشيوخ البحشمة في ناحية يدرب نصبت بيوت بشادر تحت المخيم. نعم. يعني أول ما يجي لأن جاي أخوه لأن يقول ها نزني هاني النيابة، يعني عندنا المحافظ ليش؟ يعني إحنا شبينا؟ يعني شبينا؟ نعم. شبينا إحنا أستاذ العزيز؟ إحنا يعني حسا حاليا الريشي يعني مرجعية، الريد شي يعني من الناجدة يسوينا فعل قلبه يوجعه للنازحين ويبتز شاربه. ليش ما حد من دولة قلبه يوجعه على النازحين؟ أستاذ العزيز يعني أنا مناشد غير ناشد واحد، يعني شخصيا أقول له أنت فلان أنا ناشدك أترجعني. هو إذا المحافظ محافظ صلاح الدين حتى إذا ناشد، إذا هي ابننا احترق تحت الخيمة دزلنا أخوه. يعني هل ممكن يعني حتى إذا ناشد يسمعني يعني يجعله؟ بشنو مشغول سيادة المحافظ بالله؟ إيش ده يسوي للمحافظة؟ ده يبنيها؟ وحق ربك رب العزة ألمت الشيوخ البحشمة ونصبه وشادر تقريبا الطول ماله فوق يعني ال 60 متر، ونتنا المحافظ من الشباب من الشياب من كبار، هو أول ما يأتي وينزل إحنا ندري المحافظ ويجي لنا أخوه. أخاف المحافظ مشغول دي يرتب للانتخابات يا أبو فاطمة، ما فاضي لكم. أستاذ العزيز حس عاني أنا أريد أن تختك. نعم. شلون بترضاها أنا أنطيك صوتي وأنا جوا خيمة صار لي 7 سنين؟ هل هذا الشيء يرضى على المواطنين؟ نعم. هل هذا الشيء يرضى العراقيين؟ يعني العراقي أنا أعلم بكل عراقي عنده غيرة. يعني نعم. أنا جوا خيمة صار لي 7 سنين ويجي واحد علي يعطيني رقم القائمة وأنتخبه؟ هل هذا؟ فعدة الشيوخ البحشمة طلعت على المركز مالت للسايش قال عيني احنا موجودين يمكم واحنا تحت العلم الكردي حضننا، ما حضننا اي علم حتى العراقي عافنا. احنا نريد ماكو واحد مرشح يخش بالمخيم خلاص، فخلصنا من هاي الفقرة. انا اريدني انتخبه، انا جاي حتى بصفة النازحين، وانت تعلم انا عدة مرات انتصمت بيكم. نعم. على يريدني رجعه، على يريدنا انتخبه العفو. أي. يرجعني ببيتي. اي وينقب عيوني اثنين انتخبه، وانا حس اريد اعرف منو اللي يصلح لي، منو يصلح لي انا اذا اضطر الامور عندي واحد كردي
مرشح منه للدوز أنا انتخبه وما انتخب أهل صلاح الدين. طيب. لأن هو المحافظ دزي أخوه. ماشي. شكرا يا أبو فاطمة من صلاح الدين، أشكرك للمشاركة. أبو صباح من الفلوجة، تفضل يا أبو صباح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حياك الله، تفضل يا أبو صباح. بدك يعني القانون مال العراق مو؟ أي نتكلم عن اليوم حالات عندنا بالعراق بنشوفها ناس تدخل إلى المستشفيات تعتدي على الكوادر الطبية لأنه مثلا عندهم ابن مات، أخ مات، أب مات بسبب فيروس كورونا أو أي مرض عضال ممكن عنده أو شخص كبير بالسن. ليش هذه الحالات والمفاهيم اليوم بالعراق أنه ماكو قانون يمنع هذه الانتهاكات المستمرة؟ كانت القانون أنا أحكيك يا الصراحة أريد أخلف يقول علي أيش خليه ولد القانون راح من 2003 ما بقى قانون بالعراق. يعني القانون يعني الدكتور نعم يعني راح أصرخ حالة يعني الدكتور مراقب رئيس جمهورية العراق من المستشفى وما قدر يحكي أنت مرافق الرئيس ما يقدر يحكي يا دكتور وطلع الله. سيد أبو صباح أنا مدى في حضرتك أعتذر منك، أرجو تعاود الاتصال مرة ثانية، صوتك غير واضح وغير مفهوم. مشاهدينا الكرام، نقابة الأطباء العراقية أكدت أن عدد الأطباء الاستشاريين العراقيين في لندن بحدود 4000 طبيب غير الأطباء الجدد. أما في عموم المملكة المتحدة البريطانية 60,000 طبيب عراقي يوجد في المملكة المتحدة فقط، 60,000 طبيب عراقي. في دول أوروبية أخرى والولايات المتحدة الأمريكية وفي أستراليا ودول الخليج العربي هناك ما لا يقل عن 12,000 طبيب عراقي غير الجدد الذي يتخرجون حديثا. في الوقت الذي يعاني فيه العراق من قلة الكوادر الطبية طبعا، وشاهدتم الحالة في مستشفى بابل، رغم أن مستشفى بابل قد تكون فيها كوادر لكن هناك تقاعس وهناك غياب للقانون الذي يحاسب أو يجب أن يحاسب هؤلاء. 60,000 طبيب عراقي في المملكة المتحدة، 4,000 طبيب استشاري و 12,000 طبيب عراقي موجودين في دول أوروبية وفي الولايات المتحدة أستراليا ودول الخليج العربي. ولا يزال أطباء كثر في العراق يهربون من الواقع المأساوي الذي يوجد في العراق. وهناك أحاديث كثيرة من قبل بروفيسورية، أطباء وصلوا بدرجة علمهم إلى درجة البروفيسور يأبى أن يعود إلى العراق لأنه لا بيئة خصبة لاستقبال الطبيب احتوائه ودعمه ومساعدته على تقديم الخدمة للمجتمع. قطاع الصحة في العراق قطاع يعاني من الإهمال الحكومي المتعمد، وهناك ضغط على الأطباء أجبر كثير منهم أو أجبر شريحة منهم أن تهمل العمل في المؤسسات الحكومية في المستشفيات وتركز على أعمالها الخاصة، إن كانت عيادة أو مجمع طبي خاص أو غيرها من هذه أو مستشفى خاص أهلي مثل ما يسموه. التركيز في هذه الأماكن التي تهتم بالطبيب من الناحية المادية، من ناحية التجهيزات، ويكون هناك دافع للطبيب أن يعمل في هذه الأماكن المهيئة. لكن في المستشفيات الحكومية هناك إهمال من قبل الحكومة، وبالتالي يهمل الطبيب المريض لأنه يجد أن لا جدوى من التعامل في هكذا بيئة غير صالحة لمعالجة أي مرضى. وكما وصفت المستشفيات الحكومية في العراق بأنها أماكن موبوءة ناقلة للأمراض. معنا اتصال السيد أبو أحمد من صلاح الدين، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله الطبيب يعني ما بيدك إذا يعني مثل يعني أكو شيء مثلا ما متوفر أو شيء سوى الطبيب الرجاء هو العتب على وزير الصحة والعتب على الحكومة. نعم. لازم يتوفر للطبيب هذا الشيء. نعم. يعني الطبيب ما بيدك ما يقدر يسوي شيء من عنده ومن جيابه ما عنده. أي نعم. ليش الناس اليوم بالعراق ماشية بمبدأ أخذ حقي بذراعي؟ من اللي رسخ هاي المفاهيم يا أبو أحمد؟ هذا كل هاي ميليشيات والعصابة يستوى هالشغلة. مبدأ الميليشيات اليوم هو الناس دا تمشي، بعض الناس في العراق عشائر وغيرها حتى أفراد
يمشون على سياسة أنه أنا اليوم ماكو قانون أقدر أسوي كل شيء بكيفي. الدولة اللي تتحدث عن سيادة الدولة والقانون وغيرها وينها من محاسبة هؤلاء؟ الباقي قانون، هو كل من عنده قانون واحد، كل من يجي بقانون. حتى بصراحة الدين عوائل، والله العظيم عوائل كله نايم، كله ترى نايم بالبيت وقاعدة، هذا هو ما في يعني. نعم. فأنا أنصح العوائل وأنصح الناس يسدون الكمامات شوي، توبون يبعدون عن الناس عن هاي، هذا هو. شكرا. شكرا يا أبو أحمد. صباح من بغداد، تفضل. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا الإهمال، أول شيء هو الإهمال الحكومي، وزير الصحة المسؤول الأول والأخير على كل ما يجري من هذا الإهمال، موجود بكل دوائر الصحة. يعني احنا نعرف ان وزارة الصحة معطلة، وكل المستشفيات خارج الخدمة والمستوصفات، وحتى الدكاترة ما عندنا دكاترة أكفاء، كل الدكاترة الأكفاء والعقول كلها اللي انقتل، واللي تم تهديده من قبل الحكومة، الميليشيات اللي تابعة لها، وتم تهجير العقول من الأساتذة والدكاترة والناس الاختصاص، بقى كل دول الشباب. فذول الشباب عندهم أخطاء، عندهم إهمال، وأكو ما عندنا أجهزة دقيقة يراعون بها المريض العراقي، وياها غياب القانون في العراق. يعني احنا ما عندنا قانون، فالأهالي اللي يموتون أولادهم أو ذويهم يعني تلقاهم يتعاملون مع الدكتور، يتعاملون مع وزارة الصحة عشائريا. يعني صارت الشغلة عشائريا. ليش؟ لأن ما عندنا قانون. ونقابة الأطباء أيضا ما إلها أي دور. يعني نقيب الأطباء المفروض اللي يحمي الدكاترة اللي يفتهمون، أو الدكاترة اللي ما عندهم تقصير، نقابة الأطباء همين مهملة لهذا الموضوع. فشوفوا احنا عبالك بغابة، يعني موت قضاء وقدر الإنسان، يجون على الدكتور ويهينوه ويكسرون المستشفى. هذا الطريقة طريقة ميليشيات. حتى لو يعني ما الناس ما عندها إيمان بالله، ولا عندها شغلة قضاء وقدر، ولا عندها أن الشخص هذا مثل مصاب بالكورونا ومات، لكن هو السبب الرئيسي الحكومة والإهمال الحكومي لوزارة الصحة. لأن وزارة الصحة من استلمها مقتدى الصدر وعبيل حمود ما أنجز، ما عندهم في التقدم، ولا طورهم المستشفيات، ولا طورهم الأجهزة، ولا خلهم علاج المواطن يعني يكون من أعلى الدرجات. أما أولادهم وأبناء الوزراء وغيرهم يتعالجون خارج العراق، أما الناس البسطاء والناس المواطن العراقي يتعالج على هالمستشفى اليرموك اللي عمرها تجاوز أكثر من 50 سنة. نعم. يعني ما سووا إدامة لكل المستشفيات ولا خلهم حماية للأطباء في سبيل يحموهم من هيك ناس وهيك عصابات. هاي عصابة للطبع على الدكتور وتهينة وتقتله وتكسر ممتلكات الدولة. هذول عصابة دولي. يعني ما التجأم للقانون في سبيل تشكيل لجنة تحقيقية. هل ذنب الناس سيد صباح المواطن. هل ذنب الناس؟ احنا هم ما نريد نبرر طبعا لهذه الأفعال، لكن أيضا نطرح سؤال منطقي اليوم في الشارع. هل ذنب الناس أنها لا تتوجه إلى القانون، أم أن من توجه إلى القانون لم يجد قانونا منصفا؟ احنا الاول الذنب الاول والاخير هو ذنب حكومي واهمال حكومي من قبل رئيس الوزراء، وهو المشرف على وزير الصحه، والكل متسلسلين بهذا الاهمال. نعم. فالمواطن يعني المفروض بيلتجئ للقانون، لكن احنا عندنا اساسا هو غياب قانون. يعني غياب القانون، ولا لو اكو قانون وعداله، المواطن يعني المفروض ما يسوي هيك اجراء. هذا الاجراء غلط. يعني صارت وفاة بسبب إهمال، لكن مو تجي تهين الوزارة كاملة وتهين حكومة كاملة من تتعدى على مواطن وموظف في وزارة. لكن هو حكومة غابات وميليشيات، والناس تعودت، هذا الأسلوب ميليشياوي. طيب سيد صباح، أنا أشكر حضرتك وأعتذر، الوقت انتهى، باقي دقيقة واحدة للسيد محمد من ديالة. تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام لحضرتك وللكادر. نعم. احنا بالنسبه للبغداديه عندنا مستشفى العام مال البغداديه. نعم. انا اطلب طلب من عندك استاذ، واطلب للمسؤولين، واطلب من وزاره الصحه اللي يسمعون عندي. بالنسبه اكو حالات صار نوبات سريه، يعني ماكو دكاتره قطاعيين. تمام. انا كنت بعيوني انه الدكاتره قطاعيين ما موجودين، يعني نطلب من وزارة الصحة أن يخصصون دكاترة قطاعيين يختصون باللي يعني بذلك مريض حالة طارئة عملية وأكو صراحة. نعم. يعني أنا بعيني كنت واحد جدا متوفى، يعني ما تلاحق ولا. نعم. يعني ليش والله الدكتور ما موجود؟
اختصاص ما موجود. ماذا تريد؟ نعم. ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ احنا حبينا مثل ما يقول هم اسلام. نعم. وهبينا واحد يخاف ولا تعوى. هو انا ما اطلب غير بيت فطور منك استاذ وشكرا. شكرا جزيلا سيد محمد من ديالى. هذه رسالة مواطن عراقي الى وزارة الصحة. انتم لم توفروا الكوادر الطبية في المستشفيات، في بعض المستشفيات أو كثير من المستشفيات الحكومية، لم تجهزوا هذه المستشفيات بالأجهزة اللازمة، بالمعدات التي تساعد الطبيب على إتمام مهامه بشكل صحيح، لم تدعموا الطبيب العراقي بشكل صحيح من الناحية المادية والمعنوية، لم تقوموا على توفير العناصر الأمنية التي تقوم على حماية هذه الكوادر الطبية من الغاضبين، من ذوي المتوفين من العراقيين. حماية الأطباء هو واجب على وزارة الصحة وعلى الحكومة بشكل عام لكي يقوموا بواجبهم دون الشعور المستمر بالخوف على حياتهم من أي غاضب قد يأتي إليهم مهددا أو ربما بنيته حتى قتلهم. هذا حديث من مواطن عراقي. مشاهدينا الكرام، وصلت وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة. نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.